من حمزين غنى وبكى جمهوره بالرغم من إصابته. الله من عنده لطف في حادث كان مش عادي أبدا على طريق ظهر البيدر بالنزل الكاميون جاي بعكس السير. يعني الله من عنده كيف طلعنا من السيارة بمحبتكم وبدعائكم أشكر الله. أكد مدير أعمال الفنان ملحم زين لموقع الفن أنه ملحم أحيا حفله ليلة مبارح بشتورة بالرغم من إصابته نتيجة حادث سير حصل قبل الحفل على طريق ظهر البيدر. وغنى ملحم لمدة ساعة وربع وبكى الجمهور يلي تأثر بغنائه هو ورابط إيده. وكان موقعنا حصل على صور حصرية للحظة وقوع الحادث مع تطمينات من قبل مدير أعمال ملحم يلي أكد لنا أنه بخير وأصيب ببعض الردود وتم نقله على المستشفى لتلقي الفحوصات اللازمة. من موقع الفن منقول للفنان ملحم زين الحمد لله على السلامة. لتعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبون زوروا موقعنا الفن.com وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفن على يوتيوب واعطونا رأيكم بهالخبر عبر الكومنت سكشن الموجودة أسفل الفيديو.